خالد المغاري ممثل مغربي، يلاه بهذه الطريق ديالو شويه بشويه وحنايا كاين. هو من المرسل المسؤول من درت اعمال تلفازيه وسينمائيه ومسرحيه الى اخره، ما تبدلتش زعما بزاف، يعني خادرت شويه ديال الموسطاش وشويه ديال الكادو، ما الناس باقا كتعقل على سالم المسؤول بحكم ان الجسم ديالي بقى ضعيف والقوه ديالي شويه على قد الحال، المهم شويه ديال بنادم عايش. وهادي كما تيقول لك طلعه كما تيقولوا صحاب فيسبوك، ما عرفتش هو ماشي حرق من البحر ديال مراكش، هما تيقول اول واحد حرق من البحر ديال مراكش وجاب مراه من هولندا وكتهضر باللغه الفرنسيه، ولكن هو ما حرقش من البحر ديال مراكش، الا رجعوا شافوا الفيلم مزيان غيعرفوا الطريقه كيفاش حرق من مراكش. هو كان تلاقى مع يعني مع النصارى في ساحة جامع الفنا، وكان يتمنى يعني هاجر يعني خارج المغرب مشى معاهم، لان ملي كتفرج في الفيلم كتلقى الاخ ديالو كيجي يسول عليه في جامع الفنا وشي يقولوا له راه مشى مع شي نصارى. اذا ما حرقش من البحر ديال مراكش، مشى من المطار ديال كازا. ديجا كاين طبعا الشغال في برنامج مداولة، لنا دابا قريبا هذا الموسم الثالث ان شاء الله في ذاك البرنامج الجميل مع أستاذ رؤوف الصباحي طبعا، وكاين واحد المسلسل ان شاء الله يعني نتمنى واش غيكون ان شاء الله في رمضان الجاي، حتى هو اشتغلت فيه مع المخرج هشام العسري. سينما كاين واحد المشاركة مع سيدو قنا في العمل السينمائي كبروا وما بغاوش يخويو، ومسرح مع سي خلوفي واحد المسرحيه جديده ان شاء الله، وعاد عندي واحد لابياس يعني نخدموها حنايا مع ليغا ديال السيرك مع شويه ديال التياتر، المهم واحد ليدي ان شاء الله التيتر ديالها هو اهياض، هي بياس تياترال مع السيرك، المهم فكرة شوية جديدة وغادي نحاول إن شاء الله يعني نشتغلوا عليها في هذا الأسبوع هذا، ونتمنوا يخرج هذا المشروع هذا للوجود ويعني يلقى الطريق ديالو. وي خدمت مع هشام خدمت معاه في التبعصيص، خدمت معاه في فهمتي ولا لا، هشام العسري خدمت معاه بزاف وعاوني بزاف، بليتو رؤوف الصباحي وهشام العسري المهم غيانا ديغ. شكرا لكاع الناس اللي كيعاونوا هاد الشاب، وشكرا الناس اللي كيشجعونا، وكنتمناو زعما نكونوا في حسن الظن عندهم ولريحه شمنا، هادشي هو اللي كنطلبوا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.